صح كده؟ انا كده بدأت هو التسجيل، باين عندكم ان هو السيشن بيتسجل. اه يا مستر، مكتوب ريكورد. تمام ماشي، عشان بس كله يكون مطمن، اكون معاكم تسجيل السيشن اكنك بالظبط الفيديو، احسن كمان ان شاء الله، لان احنا مع كل جديد يعني. يونت 1 في ثالثه اعدادي في سكند تيرم بتكلم عن كيميكال رياكشنز. كيميكال رياكشنز معناها ايه؟ التفاعلات الكيميائية. التفاعلات الكيميائية يا شباب لازم تكون انت عارف كيمستري، اللي هي الكيمياء يعني، في مقدمة كده فور جراوند لازم تكون انت عارفها. طيب فيها احنا خدنا في سنة أولى إعدادي حاجة اسمها فالنسي أوف سام إيليمنتس. وكلمة فالنسي يعني إيه؟ يعني التكافؤ. طب والفالنسي دي بناخدها ليه؟ بناخدها علشان لما الإيليمنتس تيجي ترتبط ببعضها كده بتعمل حاجة اسمها كومباوندز. كومباوندز اللي هي المركبات يعني. نكتب ازاي او ايه ازاي نكتب السيمبول بتاعه. طيب لو احنا بصينا في التيبل اللي انا كاتبه دوت، عندنا حاجات مونو فيلنت وداي فيلنت وتراي وتترا وبنتا وهيكسا فيلنت، يعني من اول كده احاد التكافؤ لغايه سداسي التكافؤ. الناس اللي كانت معايا في اولى اعدادي انا كنت كاتب ستادي هارد، طبعا لازم ذاكرها ايه كويس جدا. لازم نذاكرها كويس، نحفظها. وانا قلت لكم هنحتاجها في ثالثه اعدادي، ويمكن الناس اللي كانت معايا فاكره الكلام ده، قلت الحاجات دي هندرسها ايه حاجه جامد جدا في ايه في ثالثه اعدادي. طيب هنفكركم بيها كده على السريع. في حاجات عندنا مونو فيلنت زي الهيدروجين والليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والسيلفر والكبر، دول ايه احادي بس بوزيتيف، ما هماش ايه نيجاتيف. هتقول لي يا مستر بوزيتيف يعني ايه ونيجاتيف يعني ايه؟ هفكرك، بوزيتيف يعني هي ميتال، يعني هي كانت بتعمل لوز الكترونز مش جن ايه الكترونز، يعني هي بتتحط الاول، يعني من الاخر هي الراجل. طب تمام، في حاجات عندنا ايه مونوفيلنت نيجاتيف زي الفلورين والكلورين والبرومين والايه والايودين. رمز مثلا فلورين ايه، اف ولا اف نيجاتيف 1؟ جاوبوني، اف بس كده يعني ولا اف نيجاتيف 1؟ اف نيجاتيف، لا اف، اف بس، اف اف بس. بس. النيجاتيف والبوزيتيف ديت ليه؟ علشان هعرفك دلوقتي ازاي نكتب الكومباوند بستخدم النيجاتيف والايه والبوزيتيف ازاي. بس رمز الفلورين اف. طب رمز الصوديوم ايه؟ ان ايه بوزيتيف 1 زي كده، زي ما مكتوب قدامكم كده اهو، ان ايه بوزيتيف 1 ولا ان ايه بس؟ رمز الصوديوم ان ايه ان ايه بس، ان ان ايه الصوديوم بس. ان ايه، بس البوزيتيف دوت يعني بكتبه في الاول، يعني الام ايه اكتبه في الاول، لما يجي يرتبط بايليمنت الثانيه اكتبه في الاول. يبقى الحاجات اللي فيها بوزيتيف بتكون فين؟ في الاول. والحاجات اللي نيجاتيف بتكون فين؟ في الاخر. ماشي. طب تعالوا بقى للايه؟ للداي فيلنت ثنائي التكافؤ. ادي المغنيسيوم والسيسيوم والميركري والليد والزنك والتين، وفي كبر داي فيلنت برضه، وفي ايرن داي فيلنت، مع ان في كبر هنا مونو فيلنت، يعني في كبر احادي وكبر ايه ثنائي. بس الكبر الثنائي دوت هو الشائع او الاكثر شيوعا او الاكثر حدوثا، يعني ما عندناش احنا في سنه ثالثه اعدادي كبر ده احادي خالص. في سنه ثالثه اعدادي عندنا الكبر دوت ايه ثنائي داي فيلنت. طيب طب هو ليه اصلا يبقى فيه element monovalent و divalent او monovalent و trivalent؟ ليه بيبقى ليه اكتر من valency؟ حاضر هجاوبك، بس انت جاي عندي شيما فرغلي، اسم مين انا اللي جاي؟ لقاء، لقاء. تمام، عشان اعرف بس مين معايا. ماشي معلش ما داخله من علام. تمام. الاكسجين الاو والسلفر اس والاثنين دايفيلنت. طبعا اللي بيسالني بقى زي لقاء كده ليه في مونوفيلنت ودايفيلنت والكلام ده كله، الموضوع بسيط خالص. نرجع للاصل اللي احنا خدناه في اولى اعدادي، الكلام ده كله هيبقى متسجل معاكم اهو، سجله برضه في مخك برضه يا زيني، ما تفتحش المايك كده وانا بتكلم. وانتوا فاكرين مثلا ان ايه 11 23 ومثلا ام جي 12 24 واي ال 13 27، في رقمين قدامنا يا شباب عند كل سيمبل. الرقم الصغير
ده هو يعبر عن ايه؟ والرقم الكبير اللي فوق يعبر نيوترون اسمها نيوترون وماس نمبر. ايوه الرقم الصغير ده هو يعبر عن اتوميك نمبر. اتوميك ايه؟ نمبر. ويعبر عن كمان حاجة تاني انتوا عارفينها. بروتونز. فوق ماس نمبر. بروتونز. نمبر. ويعبر عن الكترونز. نعم. يعني اعرف ان الصوديوم ذره الصوديوم الاتوميك نمبر بتاعها 11 وجوه النيوكلس بتاعتها 11 بروتونز وحوالين النيوكلس بتاعتها كده اهو بيلف ايه 11 الكترونز ديت معناها كده. طيب ال 23 ديت كانت تعبر عن ايه؟ النيوترونز والبروتونز. ماس نمبر اسمه العدد الكتلي اللي هي الكتله بتاعت الاتوم كتله الذره يعني. تمام. بس انت لما تروح سنه اولى ثانوي تعرف ان هي الكتله بتاعت افوجادروس نمبر. طيب بس مش عليك في ثالثه اعدادي يعني بس بقول لك المعلومه كلها. وكان لها اسم تاني كان اسمها اتوميك ويت لو انتوا فاكرين يعني هو الايه الوزن الذري. وهي كانت تعبر عن حاجتين بلس بعض بروتونز بلس ايه نيوترونز. البروتونز ديت بوزيتيف والالكترونز ديت ايه نيجاتيف. يعني احنا فاكرين البروتونز ديت بوزيتيف خلي بالك والنيوترونز ديت ايه نيجاتيف ولا بوزيتيف نيجاتيف. النيوترونز ديت بوزيتيف نيجاتيف يعني معناها نيوترال متعادله او ان تشارجد غير مشحونه. والكلام اللي بقوله دوت كلام قديم انا عارف وفي ناس فاكراه وفي ناس مش فاكراه بس اللي هيكمل علمي من غير الاساسيات ديت مش هتبقى في دماغك اي حاجه خالص. خلاص احنا كده ايه خدنا يعني ايه ماس نمبر واتوميك نمبر والكلام ده كله. طيب هديكم بس مثال بسيط كده هوت قبل ما اقول لكم يعني ايه دايفيلنت ومونو فيلنت عشان اللقاء سالتني السؤال دوت. لما اقول ليثيوم 37 ده معناها ايه؟ اما كنا بنيجي نعمل لها حاجه اسمها الكترونيك كونفجريشن كنا بنيجي نسمع حاجه اسمها نعمل لها ايه؟ الكترونيك اللي هو كي ال ام ان كي ال ام ان نوزعها يعني ايه يا شباب الكترونيك كونفجريشن او الكترونيك ديستريبيوشن لو انتوا فاكرين يعني الكترونيك ديستريبيوشن يعني كاسمها بالعربي اسمه التوزيع الالكتروني. اما نيجي بنوزع الاتوميك نمبر مش الماس نمبر. وكنا بنقول لكم نرسم ده هي وقلنا مش اسمها دايرة بس قلنا اسمها نيوكليس وأكدنا عليها 100 مرة جواها بوزيتيف بروتونز والنيوترال نيجاتيف. لا البروتونز اللي جوه كام 3 لأن الاتوميك نمبر تحت هنا كام 3 شايفين الماوس بشاور عليه ولا مش شايفين؟ أيوه شايفين يبقى هنا جوه 3. طب والنيوترونز هرسمها باللون مثلا الأخضر أهوت شايفين بوزيتيف نيجاتيف مش هكتب 3 ولا هكتب 7 هنكتب 4 7 ماينس 3 اللي هي 4 دي. وهرسم لكم حتى حواليها الالكترونز بالازرق كده او الليفل كي ال ام ان ال بقى ايه 1 باخد من ال 3 ما انا خدت من ال 3 2 اتبقى لي ايه 1 يعني اول ليفل دوت يا شباب فيه 2 الكترونز بيلفوا يعني هما بيلفوا حوالين ايه النيوكليس والليفل الثاني فيه ايه 1 الكترون الليفل الاولاني مليان والثاني ايه مليان كده عرفنا. كان ممكن كمان واحده يا مستر؟ لا ما انا هعمل كذا واحده كان فيها مستر حد اقصى الحاجات دي ايوه والالكترون ونيوترونز. احنا قلنا البروتونز ديت 3 اهي قدامنا 3 والالكترونز 3 لان هم ايكوال بعض والنيوترونز هنا كام 4
بس احنا عارفين ان البروتونز بوزيتيف والالكترونز ايه نيجاتيف. انما النيوترونز ايه نيوترال اند تشارجد، مش مشحونه يعني ملهاش شحنه، لا بوزيتيف ولا ايه ولا نيجاتيف. من الاخر كده لا هي شحنه موجبه ولا هي شحنه ايه سالبه، ديت موجوده داخل مين؟ داخل النيوكليس. بس لما اجمع البروتونز مع النيوترونز مع بعض يجيب لي حاجه اسمها الماس نمبر او الاتوميك ويت. مين بيسال يا هاجر؟ يا مستر معلش، هو ليه حضرتك عملت النيوترونز عملت ليه 7-3؟ النيوترونز اه ما هي الماس نمبر بروتونز بلس نيوترونز. يعني لما انت تاخد ايكويشن في الماس في الماثيماتكس، يعني لما اقول لك مثلا ماس نمبر اعملها لك انا بال لكنها ايكويشن ماس نمبر ايكوال بروتونز بلس نيوترونز، الام اللي انا كاتبها ديت اعتبرها ماس نمبر يعني. ماشي، انت عاوز تجيب النيوترونز بس لوحدها في سايد لوحدها، هتودي البروتونز الناحيه الثانيه بالنيجاتيف، يبقى الماس نمبر ماينس البروتونز. فاهم حاجه؟ ايوه فهمت. الماس نمبر عندنا كانت هي 7 في المساله ديت اللي هي بتاعت الليس. البروتونز كانت 3. يبقى عشان اجيب النيوترونز يبقى 3 بلس كام ايكوال 7 اللي هي كام 4. يبقى جبت ال 4 عباره عن ال 7 ماينس ال 3. تمام يا ده كلام مهم. المهم مكانها ايه في الاتوم نفسها؟ اتفضلي تاني تاني اصلا يعني عباره عن ايه في الاتوم نفسها؟ مين عباره عن ايه بقى؟ نيوترونز. نيوترونز اه جسيمات مش مشحونه غير مشحونه، يعني موجوده داخل النيوكليس داخل الاتوم. تمام اتفضلي يا ايه. هو مستر حضرتك في اللي هي بتاعت الليثيوم دي في ال حضرتك قلت انها كده مليانه؟ لا الاولانيه هي اللي مليانه التو الكي اه، انما الثانيه مش مليانه. خلي بالكم احنا واحنا بنشرح الكلام ده في اولى اعدادي احنا قلنا في رول بنمشي عليها، قاعده بنمشي عليها اللي هي 2 ان باور 2. القاعده ديت مش بنملى بيها ال 7 ليفل، هما اول 4 ليفلز اللي هو K والL والM والN. وفي بقى هما كانوا 8 ليفلز او 7 ليفلز 7. تمام ما هبص اصل الخالق واحد، السماوات 7 والاراضين 7 والليفلز 7. تمام طيب ال A ليفل بيشبع بكام؟ ب 2 كده ب 8. ال ليفل ب 8 والام ليفل ب 18 بس. وانا وانا بعمل كده ما بملاوش اكتر من 8 لحد تلت اعداد عندي. والان ليفل ب 32 بيشبع بكام؟ ب 32 ايه الكترون. طيب انا هديك برضو عشان تعرف انت كل ما تكبر كل ما تاخد معلومه اكتر. خدوا ديت سكرين شوت الاول كده يا شباب، ده سكرين شوت تماما. نعم هو حضرتك بتقول ان هو بيشبع ب 18 بس احنا بنرسمها 8 بس، اشمعنى؟ ايوه هقول لك اهو، هقول لك عشان تعرف اشمعنى. طب يا مستر والان الان 32 مستر واحنا ازاي بنستخدم الرول ده بس عشان نجيبهم عشان انا نسيت. ما هو اللي نسى يا شباب الرول اللي هو 2 ان بار 2. لو انا بستخدم الكي ليفل، الكي ليفل عاوز اطبق عليه القاعده 2 ان بار 2 ايكوال 2 لازقه في الان، يعني في تايمز هنا. تمام والان رقمه هو الرقم هو الاولاني يبقى 1 وباور 2 ما تنساهاش، يبقى 1 باور 2 ب 1 تايم 2 ب 2، يبقى اول واحد بيشبع بكام؟ ب 2 الكترونز. اللي كان ناسي كمان مره ال ال عشان نطبق الرول 2 ان باور 2 عليه يبقى 2 تايمز ال ال رقمه ايه؟ الثاني. ما هو كي ال يبقى هو الثاني، حط 2 وما تنساش الطاقيه بتاعتك باور 2. 2 باور 2 بكام؟ ب 4. 4 تايم 2 بكام؟ ب 8 الكترونز.
والام ليفل عشان نطبق الرول 2 ان باور 2 2 تايمز الام رقمه كام 3 باور 2 بتتلخبط الى الان 3 باور 2 يقول لك 3 تايم 2 6 9 ما 3 باور 2 معناها 3 تايمز 3 يبقى 9 تايم 2 يبقى كام 18 الكترونز يبقى بيشبع بكام 18 الكترونز طب لو سمحت يا مستر ال N دي عبارة عن ايه بالظبط 2 N power 2 ال N عبارة عن ايه ال N number of energy level رقم المستوى رقم يعني 2 N power 2 equal 2 times 4 power 2 4 power 2 ب16 تايم 2 بكام ب32 electrons وانت عاوز تعرف ال N ده هيت ديت يا سيدي number of energy level energy level رقم الايه المستوى طيب ماشي هل بقى بستخدم الرول دوت علشان املى الخامس والسادس والسابع اللي هو الاو والبي والكيو لا احنا اخر الايه لا. الرابع لان في قاعده تانية اسمها اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب تاخدها انت ان شاء الله في تانية ثانوي ايه ده يا مستر معلش تاني هي قلتها لكم اس اس بس بس دبس 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 فدب اس اس بس بس دبس دبس فدبس فدب هو ده بجد حضرتك بتهزر يعني لا مش بهزر كده بالانجليزي دي مش احنا خدنا قبل كده اس وبي ودي واف اللي هم حاجه اسمها energy sub levels مستويات فرعيه الكي والام والان ديت مستويات رئيسيه شوارع رئيسيه شوارع كبيره متفرع منها حواري او شوارع صغيره اسمها مستويات فرعيه energy sub levels اللي هي الاس والبي والدي والاف ففي اس اس يعني شارع اس ورا شارع اس تاني وبس بس يعني شارع بي ورا الايه الاس وهكذا اس اس بس بس دبس دبس فدبس دبس دي بقى دي بي والدي والدي والاس والبي والاس تمام ثلاثة اربعة ثلاثة يا مستر فضلت تحفظنا فيها كتير بس ديت مش عارفه في ثالثه اعدادي خالص يا مستر هي دي كانت عندنا اللي هي معلومه بتبقى معلومه اسرائيليه كده في اولى اعدادي صح؟ لا السنه اللي فاتت ديت السنه اللي فاتت كان عندي جديد مش معلومه اسرائيليه كان عندي جديد اللي هي البلوكس بتاعت الايه المودرن بلوك تيبل في اس بلوك وبي بلوك ودي بلوك واف بلوك ما كانتش معلومة إسرائيلية كانت معلومة عندي اسمها energy sub levels طيب ماشي أنا مثلا لو اديتك زي الكالسيوم مثلا 20 إيه هو وقلت لك اعمل له distribution بتاعته طبعا النيوكليس 288 بوزيتيف كده 288 طبعا ديت كي 288 الام بقى هتبقى كام هتبقى 10 من ال 20 مو تقول لي يا مستر ما هو بيشيل 18 احط كام احط 10 اقول لك لا غلط احط ايه يا مستر و2 ايوه يعني في التنظيم ما احطش اكتر من كام هنا من 8 من 8 وبعد كده طب هو ليه يا مستر في الالكترون كونفيجريشن مش بيشيل اكتر من 8 عشان انت في عشان انت في ثالثه اعدادي يعني انا مثلا سنة واخد ان هو بيشيل اكتر وكده حالا اديها لك حالا وهيبقى صحيح ثواني السلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا قالك برا طب انا طلع رسالتكم ماشي 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 دقيقتين يا شباب جاي لكم اهو
عدم العمغزة يا شباب. خد راحتك يا مستر عادي. طيب لا انا هديكم بس مثال وما تقفوش عنده قوي يعني ايه، عشان بس ما نضيعش وقت اكتر من كده، احنا بقالنا 42 دقيقه لسه ما دخلتش في اللي انا عايز اقوله، بس اساسات مهمه برضه. ال ايه الارجون البرومين نوبل جاز. البرومين ده، البرومين مش نوبل جاز طبعا، ده الميتال 35. حد يعرف يوزعه لي بالطريقه ديت؟ هتكون 288 تاني 187. طب ليه بقى CLMN؟ ما انا بقول لك، ما انت كل ما تكبر كل ما هتاخد، بس اللي مش عارف ثالثه عليه برضه، بس انا بعرفك ان هو مره حطينا فيه 8 ومره حطينا فيه كام 18، هي شال شال 18 يعني. بس اللي بيسالني يا مستر بيشيل لغايه 18 معاك اهو، تمام؟ بس مش عليك يعني، البرومين اللي انا عملتها ديت اللي صرت فيها مش عليك في ثالثه اعدادي. ولو جمعتهم، لو جمعت انت 2 بلس 8 ادي 10 و7 بلس 18 25 بلس 10 35 اللي هي ديت اللي بتاعت البرومين، تمام كده؟ مستر صح، انا مش فاهمه بتاعت اللي هي السي اي، مش عارفه كيف الكالسيوم. الكالسيوم ما ده اخر حاجه عندك توزعها ماري، يعني انت اكبر رقمين عندكم 19 و20. هو 19 اللي هو ايه؟ 19 اللي هو البوتاسيوم، خلي بالك اللي هو البوتاسيوم اللي هو كي. انا عايز اسال في البرومين، ها هو احنا اشمعنى الام هي اللي زودنا فيها يعني زودناها ل 18، واشمعنى ما حطيناش في اللي هي الليفلز الثانيه؟ عشان الام، عشان الام ديت بتشيل لغايه 18، ما ينفعش املى الفورس ليفل قبل ما الثيرد يكون مليان خالص. تمام. ليه يا مستر هنا في الكالسيوم برضو وفي الكي ليه؟ بصوا يا شباب، اخر رقمين عندكم في ثالثه اعدادي في الكونفجريشن اللي هي ال 19 اللي هو البوتاسيوم ده هوت، والكالسيوم اللي هو كام 20. يعني اخر كونفجريشن عندنا 2881 و288A و2882. انما البرومين دوت انا بس بديك مثال اهوت اللي ممكن يشيل اكتر من 8، بس مش عليك في ثالثه اعدادي. ده سكرين شوت. طب يا مستر الان بنملاه برضو بسيرش 2 عادي ولا زي الام؟ في ممكن يتملى ب 18 برضو، بس مش عليك بقى الحكاوي دي عشان ما نضيعش اكتر من كده. يعني ممكن الايودين املاها لك 2887. تمام يا مستر، بس هنقعد نبحر بقى، هتبقى 2818187. مش عندي يعني مثلا في ثالثه اعدادي الكي بتملي في 2 والال بتملي في ام تملي 8 والام تملي بام ب 8 صح؟ الام لو جات لك كومبليت ب 18 في الكونفجريشن ب 8 اخرت 8 فيها. طيب مستر طب معلش، هو الاليمنت المفروض تتحفظ بالاتوميك نمبر وبالماس نمبر؟ لا، تتحفظ بالفالنس بتاعتها. فالنس يعني مونو ولا داي ولا تراي. طيب تمام شكرا. طب مستر سؤال ثاني معلش، هو ايه فائده الاس بي دي اف ايه فائده الاس بي دي اف؟ مش فائده، ده حاجه ربنا خلقها. ربنا خلق الاتوم الذره حوالي 7 اغلفه. انا قصدي بالسبع مستويات، وكل مستوى في خلقه ربنا، خلي بالك. لا مش علينا السنه دي. اسمه شارع رئيسي بتفرع منه شوارع فرعيه. الشوارع الرئيسيه دي متفرع منها شوارع ايه فرعيه اسمها اس وبي ودي واف اوربيتالز. ادي الان ايه، وادي مثلا السي ال، وادي الام جي، وادي مثلا الاس، وادي الاي ال، وده مثلا فوسفورز 15. الاولاني دوت لو عملنا كونفيجريشن هيبقى 2 ها 2881 ال ام. الثاني دوت اللي تحته
282. كلم برضو. والأخير ده في الألم. 283. برضو كلم. لسه هو ده السيلبر صح؟ الألم ال إيه؟ الألم ينام. طيب. طب يا مستر نحفظهم بال مثلا الالومنيوم نحفظه بالال بالارقام لا 287 بس على فكره الارقام لو بتبدا ارقام حقيقيه انا حافظهم انت مش مطالب تحفظهم 286 والثانيه 285 لا مستر انا بتكلم على الرموز يعني مثلا المغنيسيوم صوديوم نحفظ ان هو كي 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 ولا اكيد يا مستر نحفظه صح تعرف ان هو ايه نحفظ الرموز بتاعه المفروض ان احنا حافظينهم اصلا ايوه طبعا لازم تحفظ السيمبلز الرموز احنا مش لازم تحفظينهم من اول اعدادي المفروض ان انت حافظهم من اول اعدادي خلصناها ايوه لان دي حاجات تراكميه بيه دي حاجات تراكميه مش 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 لسه بندرس حاجه جديده حاجه انت خدتها واللي حاطط المنهج في ثالثه اعدادي عارف انت خدت في اولى اعدادي يعني المنهج ايه متسلسل طيب ال الصوديوم ده بقى 281 هو معاه في الاخر كام الكترون معاه 1 بس 1 طب هو ده شبعان ولا جعان 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 يعني ما بيتملي بطنه بتشبع كده وكرشه بيتملي لما يكون في ايه هو دلوقتي ما فيش في ايه دي كان في 1 فجعان بقى عايز ياكل 7 هيلوز 1 اسهل له بقى يجيله 7 من بره ولا يلوز 1 يلوز 1 يلوز 1 لو فوق الفايت يا مستر يبقى جين صح لو اكتر من فوق يبقى جين اكتر من فوق لوز 1 هو خلي بالك 1 و 2 و 3 لوز لما هو يعمل 5 و 6 و 7 و 8 ده جيم 2 4 4 2 8 بس ولا 2 8 1 2 8 بس وبيبقى عشان هو عمل لوز 1 بوزيتيف ايون بيبقى ايه بوزيتيف بوزيتيف انه فقد واحد فقد ايه فقد الكترون طب الالكترون نيجاتيف ولا بوزيتيف نيجاتيف فقد نيجاتيف هو خلي بالك من الصغار دي انت فلت اعدادي كان البوزيتيف قد النيجاتيف أنا كان جواه 11 بالعربي كده 11 بروتون بوزيتيف وبيلف حواليه 11 الكترون نيجاتيف فقد واحد نيجاتيف مين يكسب دلوقتي البوزيتيف ما هو البوزيتيف هو اكتر يعني هو جواه 11 بوزيتيف بروتونز وبراه 10 بس ايه الكترون 10 الكترونز فاكيد البوزيتيف زاد 1 فهو بوزيتيف 1 يسميها بوزيتيف ايون طيب دوت هيبقى ايه بقى وايد بس هيلوز 2 يبقى المغنيسيوم ممكن اكتبها بوزيتيف 2 انا مش بقدرها بوزيتيف انا كاتبها لك اهي قدامك ممكن اكتبها بوزيتيف بوزيتيف كده بوزيتيف 2 يعني او ممكن اكتبها كده ام جي بوزيتيف 2 الاثنين صح طب تحتها الالم ينام برضه هيلوز 3 سويت بس هتبقى اي ال بلس بلس هو ده بوزيتيف بوزيتيف الاي اللي هي الكترون والنيجاتيف انت عارف ان هو اشارته ايه نيجاتيف دوت لوزز برضو 3 اي الكترون والاي ال بوزيتيف اي 3 او بوزيتيف بوزيتيف كل دول اللي انا كتبتهم دوت ده اسمهم بوزيتيف ايونز اسمه ايه يا شباب بوزيتيف ايه ايونز انما ديت قبل ما تدوسوا جين اسمها اتوم اسمها ايه اتوم ذره يعني متعادله طب مستر الفور نمبر 4 هاجي لك اهو فيها مع انه قلتها قبل كده برضو بس يلا كده تبقى 2 8 8 هيبقى جين 1 جين 1 يعني دي جين جين 1 اكتسبت سي ال نيجاتيف 1 KLM تمام CLA نيجاتيف 1 وديت جينز
gain 2 electrons 2 وهتبقى 2 8 s negative او negative 2 يبقى السلفر ايه negative 2 او negative negative دي معاها 5 في الاخر برضو gain يعني gain 3 gain 3 gain 3 تبقى 2 8 8 electrons وهتبقى 2 8 هتبقى بي باور نيجاتيف 3 باور باور دي كلهم نيجاتيف ايونز باور ديت في الماس يبقى بي نيجاتيف ايه 3 كلهم ايه نيجاتيف ايون نيجاتيف ايون طيب هي بتعمل لوز وجين ليه عشان تستقر قبل ما تلوز وقبل ما تجين اتوم متعادله لا بوزيتيف ولا نيجاتيف بعد ما تلوز او بعد ما تجين تبقى ايه يا اما بوزيتيف ايون يا اما ايه نيجاتيف ايون وقلت لكم هي بتعمل لوز وجين عشان ايه تشبع لان هي جعانه وانت عمرك ما هتستقر الا لما لما تشبع طول ما انت جعان تقعد تلف حوالين نفسك بقول كده تروح المطبخ تروح الثلاجه تروح السوبر ماركت تروح اي مطعم لازم تشبع بعد ما تشبع تيجي على سرير تنام هو كده برضه ما هو هنا عايز ايه بتقعد كده تلوز او جين تعمل كيميكال رياكشنز عشان ايه تشبع عشان تستقر وهكمل معاكم بعد الايه الاذان خلاص سكرين شوت
الأذان خلص عندكم؟ أيوة مستر. خلص. هذا عرفتوا بقى إزاي بتيجي مونو فيلنت وضا يعني الأولانية ديت ال N A وال C الاثنين مونو. بس اتنين مونو، واحد بوزيتيف والتاني ايه نيجاتيف. مونو يعني يا اما جين 1 يا اما لوز 1 يا اما شير وذ 1 الكترون. طب واللي تحتها ديت المغنيسيوم والسلفر، الاتنين دول داي فيلنت. داي فيلنت عشان نجيب ثنائي التكافؤ، يا اما لوز 2 يا اما جين 2 يا اما شير وذ 2 الكترون. تحتها تراي فيلنت الالمنيوم والفوسفورز ديت ايه تراي فيلنت. تراي يعني ثلاثه، ثلاثي ثلاثي التكافؤ، لان هم يا اما لوز 3 يا اما جين 3 او شير ويز 3 ايه الكترونز. يبقى كده عرفنا المونو والداي والتراي جت منين. اه يوسف. طب يا مستر هم ازاي بيجوا مثلا يعني في اللي بينقص بالستة والسبعة وكده زي ما لا مش بينقص بقى، لا بيشارك بقى، بيشارك تمام. يعني مثلا ثواني كده سلام عليكم الله. عيال محدش جه ماشي. لا لا الكربون مثلا سي 6 لو حابين نعمل لكم كونفيجريشن هتلاقي كام 2 4 KL اهو دوت اخره كام؟ اخره 4 ولا بيعمل ولا لوز ولا جين؟ ولا لوز ولا جين بس بيعمل شير، بيشارك. يعني ايه بيشارك؟ بيشارك ب 4 الكترونز عشان يعمل برضو كومباوند، يعمل مركب. يعني الكربون دوت اما يجي يتجوز يتجوز 4 هيدروجين لان الهيدروجين مونوفيلنت زي كده، وعمل ايه 4 سنجل كوفيلنت بوندز، دي اسمها شير ويز ايه ويز 4 الكترونز. يبقى هنا ايه شير، شيرز يعني بيشارك ويز 4 الكترونز. ما انا قلت لك يا اما لوز يا اما جين يا اما شير، يعني بيعمل مشاركه يعني مش لازم لوز وجين يعني. طيب ديت بالنسبه لايه للاخرها 4 عشان حد سالني. طيب في بقى في الحاجات دي حاجات شاذه ولا مفيش؟ انتوا عملتها صورتها عملتها سكرين شوت يا شباب ولا ما خدتهاش سكرين شوت؟ لا لا ثانيه ايوه يا مستر خدناها. خدها ديت سكرين شوت، ويا ريت اللي ياخد حاجه سكرين شوت ينزلها على الجروب. طيب تمام بعد ما نخلص الحته تمام. في بقى حاجات شاذه. يعني ايه حاجات شاذه؟ يعني مش ماشيه تبع القاعده. ازاي يعني؟ يعني مثلا عند الهيدروجين هو ال H 1 هو أصغر أتوم خالص هو الهيدروجين، وعند الهيليوم 2 وعند البورون 5 وعند الكربون 6 وعندنا حاجات تانية بقى. يعني في عندنا الأرسنك، حاجة اسمها أنتيموني وتريليوم، عندنا تريليوم ايوه تريليوم. طيب لو انت بصيت للهيدروجين، الهيدروجين دوت اخره كام؟ اخره 1 1 هو المفروض one. يكون ميتال، المفروض يكون ايه ميتال في اللوز 1 المفروض كده. ما هو اللي اخره 1 او 2 او 3 ده ايه ده ميتال. طب الهيدروجين دوت ايه ما هوش ميتال، الهيدروجين دوت نون ميتال ما هوش معدن يعني جاز، مفيش اصلا جاز بيكون ميتال خالص. طيب الهيليوم نوبل جاز، الهيليوم ده اخره كام؟ اخره 2 الكترونز، اخره 2 اقل من 4 لازق، يعني المفروض يكون ميتال بس دوت مش ميتال ولا نون ميتال دوت. برافو عليك ايه نوبل جاز. والنوبل جازز هم 6 هيليوم نيون ارجون كريبتون زينون رادون، حافظينهم بالاغنيه من زمان. وكل النوبل جازز بقى يا شباب مونو ولا داي ولا تراي فيلنت؟ كل الايه يا مستر؟ كل النوبل جازز
هما ستيبل اصلا ما بيعملوش ما بيدخلوش في كيميكال رياكشنز. ده انت عسل قوي. يعني ايه بقى زيرو؟ ممتازين ما بيلزوش ولا بيجين. ايوه ديت ايه زيرو فيلنت. ده انتوا عسل. زيرو فيلنت يعني ايه؟ يعني لا لوز ولا ما بيعملوش ايون. تمام. طب انت هتبص للبورون هو 5 هيبقى 2 3 يعني هو اخره كام الكترون؟ 3 الكترون. المفروض يكون ايه ميتال. طب هل هو ميتال؟ لا. هل هو نون ميتال؟ لا. هل هو نوبل جاز؟ لا. سيمي ميتال. ايوه عسل يا شاهد والله. سيمي ميتال او ميتالويد. تمام. اللي هو شبه معدن. هنيجي بقى للايه للكربون دوت اخره كام؟ اخره 4. المفروض اخره 4. طب مستر نعم الميتالويد دوت بيلوز ولا بيجين ولا بيصدق؟ اللي بيلوز ولا بيجين ده ميتال ومش ميتال. يعني هو في الحالة العادية مش ميتال. لو استفزيته سخنته أو كهربته اديته أي انرجي أي طاقة يقلب لميتال يتحول لميتال. الكربون دوت في كام فور؟ المفروض ما يكونش ميتال ولا يكون نون ميتال. المفروض يكون ايه ميتالويد يعني في النص. هو 4 بين ما هو 1 و2 و3 ميتال و5 و6 و7 ايه دول ايه نون ميتال و8 بيكون نوبل جاز انما دوت ايه ده نون ميتال. كلام مهم خلي بالكم اللي بكتبه دوت. هو مش هنتعرض له في ثالثه اعدادي بس اساسيات الكيمستري يعني هتحتاجها بعد كده الحاجات ديت معاك لحد ما نخلص تعليم. طيب بالنسبة للأرسينيك والأنتيموني دول الاثنين آخرهم 5 إلكترونز. أنا ماشي معاك بالترتيب من 1 لحد 6 خلي بالك. آخرهم كام 5 إلكترونز. اسمه إيه الاثنين دول يا مستر؟ أول واحد دوت أرسينيك اسمه بالعربي الزرنيخ. ده سيمي ميتال يا مستر صح؟ الإس بي أنتيموني أيوه سيمي ميتال تمام. ممكن أقول سيمي ميتال. الله الله أو ميتالويد. نقول عليها ايه ميتالويدز ما نفس المعنى. اتفضل لكم بالمره. اتفضل يوسف جمعه. هو مستر ايه الفرق ما بينهم كلهم؟ يعني ايه الفرق ما بين النون ميتال والميتالويد مثلا والنوبل جاز والسم ميتال؟ النون ميتال مش بيوصل للحراره ولا الكهرباء وملوش لمعان خصائص النون ميتال زي خطاب سنه رابعه ابتدائي. اه تمام دي انا افتكرتها. الميتالويد الميتالويدز بيجمع خصائص الاثنين الميتالز والنون ميتالز. يعني في درجه الحراره العاديه بيبقى شبه النون ميتال. لما تدي له انرجي يبقى زي الميتالز. ولذلك انت عندك الموبايل او الكالكوليتر عندك او الكمبيوتر اي بورده السلايدز بتاعتها مصنوعه من السيليكون لانها اول ما تضغط على الزرار بتاع الباور بتدي له انرجي بتسخنه انت اجيب كده من غير ما تشعر يوصل الكهرباء. لما تفصله يبقى ايه ما يوصلش يبقى كأنه نون ميتال. تمام. اي الكترونيك سلايدز التليريوم ده يا شباب ايه اخره 6. اخره 6 المفروض يكون نون ميتال بس دوت ايه ميتالويد. دي الحالات الشاذة اللي عندنا. اتفضل يا سيف. مستر لو كان في عنصر اخر رقم فيه كان 3 يبقى ترايوفيلنت صح؟ 3 يبقى ترايفيلنت. اه طب لو في عنصر اخر رقم فيه كان 7 يبقى ترايفيلنت برضو؟ مونو. مونو؟ اه عشان هو فين 1. اه لما اخذ مستر قصدي لو كان فيه 5 اخر رقم اه يبقى تراي برضو؟ يبقى هو عايز ايه؟ صح يبقى ترايفيلنت. ايوه يبقى عايز 3 برضو يبقى ترايفيلنت. عايز 3 زي النيتروجين. ما انت عندك النيتروجين هجيبها لك اهيت. النيتروجين اصلا 7 تمام كده. لما توزعه 5 الاخير في 5 يبقى عاوز كام؟ عاوز 3 يبقى ايوه ايه 3 الكترونز. وفي نفس الوقت اللي لوز 3 يبقى ترايفيلنت برضه. ايوه اللوز 3 يبقى ايه ترايفيلنت. اه تمام يا مستر. تمام. خدوا يا شباب سكرين شوت اللي انا كتبته دوت بس انا بمسح ديت. خدتها خلاص؟ تمام.
بس الحاجات دي مش علينا مستر اللي هي دلوقتي دي صح؟ الحاجات ديت اللي واضحين قبل كده بفكرك بيها علشان لما ندخل بقى في المنهج تكون عارف دلوقتي ندخل ازاي. لما انت تسمع بقى اللي هقوله في المنهج بقى، لما انت تسمع بقى ميركيريك اوكسايد، تسمع ايه ميركيريك اوكسايد، تعرف تكتبها ولا ما تعرفش؟ الناس اقول لك لا، اما انا كاتب لك الاليمنتس عندك في الشيت في ده ميركوري واكسجين ده صح؟ ايوه، علشان ازاي؟ عشان تكون حافظهم وعشان ترجعهم تاني يعني. طيب ميركوري اوكسايد يعني لما اكتبها اكتبها ازاي يعني؟ ده ميركوري مرتبط بالاكسجين، ده ايه؟ ها ميركوري مرتبط بالاكسجين، فاتفقنا بنحط البوزيتيف الاول والنيجاتيف الايه الثاني. الميركوري عندك رمزه اتش جي، طبعا في ناس حافظه وفاكره وفي ناس ناسيه، اللي ناسي ادا بفكرك واللي حافظ تمام. يعني هو مرتبط بمين؟ بالاكسجين الاو. طب ينفع اجيب الاو الاول والاتش جي الثاني؟ لا، لان عندك هتلاقي الاتش جي اللي انا عاملها لك هتلاقيها في البوزيتيف والاكسجين نيجاتيف. مستر ممكن تقدم الاول؟ ماشي، ما انا هقول تاني حاجات تانية، اللي مش مركز معاها في ديت يركز في حاجات تانية هعيدها برضو تاني. لو انت بصيت للميركوري هتلاقيه دايفيلنت، لو انت بصيت للاكسجين هتلاقيه دايفيلنت عندك برضو. انت كنت فاكر كنا ناخد سيمبل فورم او سيمبل فاي، 2 ديفايدد 2 يبقى 1، 2 ديفايدد 2 يبقى 1، او كنت بتقول لو هم رقمين مع بعض بنشيلهم ونحط 1. وكان الميركوري ياخد الوان بتاع الاكسجين والاكسجين تاخد الوان بتاع. في حد فاتح المايك صوت وحش قوي. ما هو مروان مروان وسامع في المايك يا مروان. يبقى دوت اتش جي 1 ياخد الوان كده، هو ما كتبوش الوان، واو 1 ما كتبش الوان، يبقى اتش جي او. رمز الميركوري بتاعه ايه؟ اتش جي او. هتقول لي يا مستر هو انا هقعد اعمل كده؟ ممكن اكتبها على طول او ممكن على طول. والله يا سيدي يعني ازاي؟ اما اجي اكتبها لازم يكون حافظ رمز الميركوري ورمز الاكسجين. رمز الميركوري اتش جي، اتش جي كده اهو، ولازم اول حرف كابيتال تاني حرف سمول، احنا متفقين لو هم ايه حرفين يعني، والاكسجين او، وكل واحده تدي الفالنس للثانيه. من الراجل ومن النتاية، او من العريس ومن العروسه؟ هنا الاتش جي العريس، اتش جي العريس هو الراجل، والاو هي العروس، هي مراته، هي العروس. انا قلت لكم الليديز مش فيرست، الليديز مش فيرست في الساينس يعني، يعني في الطبيعه يعني. طيب ماشي، كل واحد بقى يلبس الدبله للتاني وهما في الكوشه كده. الام جي دايفيلنت يديها 2، والاو دايفيلنت تدي لمين؟ للال للايه؟ للاتش جي 2. طالما الاثنين زي بعض بيروحوا يعني ايه اشيلهم كده خلاص، يبقى اتش جي او. طب كمان مره عشان بس اللي مش ما كانش فاهم من اول مره، الحاجات اللي بقولها في المنهج دي كده احنا دخلنا جوه المنهج، يعني كل الكومباوند دي جوه المنهج بقى. دي كومباوند صح؟ اه كومباوند. لما اقول لك ليد، هو مستر الكومباوند ده كان بيشير الكترون صح؟ بيقول ايه؟ اللي كان بيعمل شير للالكترونز تونال ميتال صح؟ لا ميتال ونون ميتال، يعني واحد بيلوز واحد بيجين بيتجوزوا بعض. الاتش دي، الاتش دي لوز تو الكترونز، لوز يعني بيفقد. مش انت لما تروح تخطب يا ده من كان بيتكلم مروان ولا مين؟ اه حلو يا مروان، انت ان شاء الله باذن الله هتخطب يعني لما تيجي ان شاء الله. انت بتدفع فلوس ولا بتاخد فلوس؟ بدفع طبعا. بتدفع بتغرم من جيبك، ما العريس لازم يدفع، لوز يعني هو اللي بيدي. تمام تمام. وبتدي لمين؟ للعروسه صح كده؟ يبقى هي انت ايه بتديها؟ هي اللي بتكتسب بقى، تاخد منك ايه؟ تفلسك ان شاء الله. تمام. ليد اوكسايد، الليد بي 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 كده، واوكسايد يعني اي حاجه فيها اوكسايد مرتبطه بالاكسجين يبقى او. الليد عندكم في الدرس ربنا
الليد عندكم في الشيت هو داي فيلنت والاكسجين داي فيلنت، بس خلي بالك هيروحوا مع بعض كده غلط. المفروض الليد داي فيلنت يدا للتو للاكسجين، والاو داي فيلنت يدا لمين؟ الليد، لانه كل واحد وهم في الكوشه بيلبس الدبله الثاني من الاتيكيت، فهما الاثنين زي بعض فيروحوا ايه مع بعض خلاص، يبقى بي بي او. طب حاجه كمان برضو عندنا في المنهج، ينفع هيدروجين اوكسيد؟ هيدروجين اوكسيد اعملها لك، بس مش هتبقى ايه، حد يعرف هو زميلكم قال هيدروجين اوكسيد، حد يعرف هتبقى ايه؟ الووتر H2O الميه H2O. ماشي، في عندنا بقى الومنيوم اوكسايد. لما اقول لك مستر معلش قصدك بس تفكرني ازاي بقى، يعني على حسب ايه بكتب مثلا H2O او HO؟ بس بتقول ايه؟ عايز افتكر على حسب ايه بكتب HO او H2O. هكتب لك حاجه بس هنا كده، الومنيوم تبقى مستر Al2O2 اوكسايد. تعال نعمل الألمنيوم أوكسيد. الألمنيوم Al، غير الخط Al، تبقى Al2O3 صح؟ أيوة Al. الأوكسيد يعني فيها O كده. الألمنيوم Trivalent، تري يعني ثلاثي، تديها للأكسجين. والأكسجين Divalent يديها لمين؟ للألمنيوم. يبقى Al2O3 دي ألمنيوم إيه؟ أوكسيد. طيب اديكم بقى اخر حاجه فيها اوكسيد، زي مثلا صوديوم اوكسيد. الصوديوم 1 مستر ممكن يقول لي اعمل اي كومبوننت؟ لا ديت الكومباوند، كومباوندز مركبات، كلمه كومباوند تبقى Na2O. ايوه او Na2O صح، Na والاكسيد يعني O. ال Na monovalent 1 تديها للايه؟ للاكسجين. والاكسجين دايفالنت، والاكسجين دايفالنت تديها لل2 يبقى Na2O. بس ال1 ما بيتكتبش، ال1 ده تعب بيكتبه تروح النار على طول، يبقى هي رمزها ايه؟ Na2O وهكذا. هو الميركوري اكسيد ما كتبتش ال2 وال3 وال2 اللي فيه عشان الاثنين ضد بعض صح؟ راحوا مع بعض بقى خلاص، احنا كنا كتبناهم بس راحوا مع بعض، اللي زي بعض راحوا مع بعض. خدها سكرين شوت ديت يلا. لما يجي بقى في حاجات عندنا اسمها ايه؟ اتوم جروبس لو انتوا فاكرين يعني، ونفكركم بيها. لو قال لي مثلا كبر كربونات، الكبر ديت سي يو، والكربونات سي او 3. احنا خدنا حاجه اسمها اتوميك جروبس، مجموعات ذريه. الاتوميك جروبس اللي احنا خدناها ديت كان في نايتريت وفي نايترايت وفي بايكربونات وفي هيدروكسيد. طب الاتوميك جروب دي كانت اسمها راديكال تقريبا. راديكالز، برافو عليك، ده انت عسل يا هاجر والله. ديت الكربونات سي او 3، كربونات سي او 3. طب الكبر داي فيلنت، داي يعني ايه؟ هتدي للسي او 3 ديت 2، يديها 2 كده. والكربونات داي فيلنت تدي للكبر ايه؟ 2 برضه. يبقى 2 تروح مع 2 ولا لا؟ تروح، ما هم زي بعض. لما راحت يبقى ما احطش 2 براكت، طالما الارقام الفالنس ديت راحت ما احطش البراكت، يبقى سي اي سي او 3. طب كمان مره عشان نفتكر مستر، هو مش الكبر مونو وداي؟ بس عندنا في ثالثه اعدادي داي، بليج عندنا في ثالثه اعدادي داي. مين ما بتستخدمش غير الداي يعني؟ حد بيخبط؟ طب انت ومين؟ انا ماشي ثواني يا شباب.
لما يقول لي كبر سلفيت. يلا السلفيت SO4 صح؟ ايوه الكبر يا شباب CU CuSO4 سلفيت SO4 الاثنين بايفالنت روحوا مع بعض البالانس يعني ماشي. اما نقول لكم مثلا صوديوم نيتريت نيتريت ده هتبقى انه اسري ايوه الصوديوم ان ايه والنيتريت ان او 3 والاثنين مونوفالنت خلاص ما بتكتبش حاجه يبقى ان ايه مش هتنفع بقى يبقى ان ايه ان او 3 على طول كده. طيب لما نكتب مثلا كبر هيدروكسيد سي يو او اتش سي يو 2 او اتش بص بقى الكبر سي يو والهيدروكسيد او اتش والهيدروكسيد او اتش وهيبقى مونوفالنت بس خلي بالكم بقى الكبر دايفالنت والهيدروكسيد مون فالكبر تاخد الوان دي والهيدروكسيد تاخد الايه التو التو لما اجي اكتب هكتب سي يو 1 يو او اتش 2 او اتش ما اكتبش 2 كده ليه مكتبه بعد البراكت جروب يعني ايه جروب الاو اتش مع بعضها لما اكتب التو دي تحت الهيدروجين بس يبقى تحت الهيدروجين بس انما التو ديت راح للاو اتش مع بعضها بنحطها بين تو براكتس. طب انطقها ازاي بلساني ببق كده انطقها ازاي وهتقول لي باور 2 ولا باي 2 ولا الكلام ده كله مش في الناس احنا ننطقها سي يو او اتش اول 2 تاني انطقها ايه C-U-O-H-O-2 قول يعني الكل أو ممكن من غير بقى للأسهم ديت تقول C-U أهيت وجنبها O-H C-U divalent يبقى ديت تاخد التو كده وال-O-H monovalent تحط هنا وان ما نكتبش خلاص كده. طيب ماشي بس كاريو كمان دي بتحتاج تقطب تاني سبب ان المركبات دي بتحتاج ان هي تدخل في مركب تاني سبب ومش المفروض ان ناقص لهم هما اصلا مركب الحاجات دي كلها اسمها سولتس املاح والاملاح ديت موجوده في القشره الارضيه والسبب ان هي تستقر الكبر لوحده جعان والسلفيت لوحدها جعانه فلازم بيتقابلوا مع بعض وبيتعرفوا على بعض وبيفضلوا مع بعض دي جواز رسمي في مأذون المحكمة ألمنم على سنة الله ورسوله ألمنم صلفت الألمنم AL SO4AL2 صح؟ SO4 انت قلت SO4 الأول جبت الايه الأنثى الأول جبت العروس الأول وما ينفعش تروح النار فلازم الـ AL الأول بس الألمنم ديت تريفيلنت والـ SO4 دايفيلنت داي يعني 2 تديها للتانية يبقى AL2SO4 وهكذا. عرفنا ازاي نعمل الكومباوندز افتكرناها ولا ما افتكرناهاش؟ ايوه ايوه يا مستر. طب تمام أخذها بس سكرين تمام يا مس تمام. في بقى عندنا في المنهج كده فعندنا 7 elements there are 7 elements not found in elementary state elementary state الحالة يعني العنصرية in nature في الطبيعة. هو ربنا خلقها كده يعني ما فيش يعني الحاجات ديت not found individual not found individual
يعني ايه نوت فاوند انديفيدوال يا شباب؟ لا توجد، ما ينفعش تيجي لوحدها، لا توجد مفردة في الطبيعة. الهيدروجين. ايوه والباقي كده اتش والاكسجين والاكسجين نيتروجين اوكسجين ها والهيليوم لا مش الهيليوم فلورين وايودين ايودين. طيب هفكركم مستر. الهيدروجين ده كان جاز، ثواني، جي يعني جاز وده جاز برضه معايا، وده جاز. جاز وده جاز ودوت جاز كلورين ودوت ليكويد ودوت ايه سوليد. الكلام ده كله خدناه السنين اللي فاتت. يعني ايه نوت فاوند ان اليمنتال ستيت او نوت فاوند انديفيديوال؟ يعني عمرك ما تلاقي اتش كده لوحدها خالص. يعني ايه يعني الاتش لو لقيتها لوحدها تتجوز نفسها، يعني اتنين اتش يكونوا مع بعض اتش 2، ما تلاقيش اتش بس كده لوحدها، او يعني يا اما ترتبط مع نفسها او ترتبط مع غيرها. يعني ممكن ترتبط مع الاكسجين تعمل ميه H2O، ممكن ترتبط مع النيتروجين تعمل امونيا NH3. يبقى الهيدروجين عمرك ما تلاقي H كده لوحدها. اتفضل يا مروان عبد العزيز. مستر، هو انا عشان اعمل كومباوند يعني زي ما كنا بنعمل من شويه، انا لازم احفظ كل حاجه مونوفالنت وكده ولا؟ تحفظ الحاجات اللي في الشيت اللي انا عاملها لك. انا عامل لك المقدمه ديت علشان ايه؟ تسترجع اللي فات، مش عشان جديد. الحاجات دي حاجات قديمه مش جديده. انا عارف مستر. هو ممكن يبقى في تو اليمنت بوزيتيف يبقوا مع بعض؟ يعني مستحيل، دي من رابع المستحيلات. ازاي الهيدروجين موجود لوحده وهو اساسا من الغازات اللي كونت العالم كده؟ ماشي، ما هو اتش 2 ما يجيش اتش بس، الهيليوم يجي لوحده لانه النوبل جاز. طيب مثلا هتقول لي يا مستر هو ال ان ايه ممكن يجي لوحده؟ ده صوديوم. طب السي ال، ها السي ال دوت يجي لوحده ولا ما يجيش لوحده؟ لا مستحيل يجي لوحده، لازم يا اما سي ال 2 يعني يرتبط مع نفسه، او ال ان اي سي ال يرتبط مع ال ان اي، صح زي ال ان اي سي ال اللي هو ملح الطعام ان اي صوديوم كلورايد، وهكذا بقى. يبقى احنا كده عرفنا ان في حاجات مستحيل تيجي في الطباعه ايه انديفيديوال مفرده. ده سكرين شوت. او كم يعني او كم عدد العناصر؟ كانوا 118 تقريبا. 118 اليمنت كلهم 118، سبعه بس نوت فاوند ان اليمنتال ستيت او نوت فاوند انديفيديوال. سبعه منهم ولا في حاجات ثانيه فاوند كتير بقى؟ عادي اي ميتال ينفع يوجد منفردا. سبعه منهم ولا سبعه عليهم يا مستر؟ ال 118 سبعه منهم من ال 118. تمام. طيب ندخل بسم الله الرحمن الرحيم في المنهج. كيميكال رياكشنز، الصفات الكيميائية. تعريف الكيميكال رياكشن تعريف مهم، هو بريكنج اب او بريكنج داون او بريكنج بس. خدناه قبل كده يا مستر في الاعداد. ايوه خدناه. The bonds between the reactant molecules and forming new bonds between the product molecules. يعني ايه؟ كسر روابط بين المتفاعلات وتكوين روابط جديده بين ايه؟ بين النواتج. احنا في عندنا حاجه اسمها متفاعلات، يعني حاجات بتدخل الى التفاعل، وفي نواتج يعني حاجات بتنتج من التفاعل. يبقى في عندنا متفاعلات وفي ايه؟ نواتج، في رياكتنتس وفي ايه؟ برودكتس. طيب المثال اللي قدامنا ده، اللي قدامكم الاتش ده اهو متجوز مين؟ قول معايا بقى. CL. الH بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. بوزيتيف. السي ال دوت ايه؟ نيجاتيف. الN ايه؟ بوزيتيف. بوزيتيف. الOH نيجاتيف. نيجاتيف. الO لوحدها ولا الH لوحدها؟ OH على بعضها اسمها هيدروكسيد جروب. طب تمام. دلوقتي لازم ال H يطلع ال CL وال NA
تطلع مين؟ الـ OH. الـ OH. ده كسر للروابط ولا تكوين روابط؟ كسر. 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 العلاقة بينهم بتنكسر. اسمها ايه؟ breaking up the bonds. كسر روابط. between ايه؟ reactants. كلمة reactants يعني ايه؟ متفاعلات. مواد تدخل في التفاعل. يبقى الreactants يعني the left side للآرو ولا on right side؟ left. left. انتوا خدتوا في الماثيماتكس حاجة اسمها equations معادلات. ايوه. السهم لسه ناخدها. السهم ده يمثل equal. يمثل ايه؟ equal. يعني عندنا في left side وفي ايه؟ right side. right side. الreactants موجودة فين؟ at the left side. طيب بعد بقى ما طلع بعد ما ال H وال CL وال N وال OH اتطلقوا يقوم يبقى في جواز جديد بين ايه وايه بقى؟ ال N ايه دوت؟ الراجل ده هو الثاني ياخد ال CL يتجوز ال CL يبقى N ACL وال H تاخد مين؟ ال OH يبقى H تقول لي ايه؟ اللي هي ماي. كونت كده روابط جديدة ولا الروابط ديت كانت موجودة قبل كده؟ ده روابط جديدة. كونت روابط جديدة. ما نيو بوندز بتوين ذا برودكت ايه؟ مولكيولز. ماشي. بس البرودكتس لها اسم تاني. حد فاكر؟ طبعا كلمة ريزلت يعني resultants يعني ايه؟ نواتج. يعني اقول عليها products او ايه؟ resultants يعني نواتج برضه. مستر ما كانتش السهم ده بيكون فيه عامل burning اللي هي المثلث. فهي في كلمة burning وكده في تفاعلات بتتم بدون شروط وفي تفاعلات عشان تتم لازم ايه؟ شروط. لو بدون شروط بنسيب السهم زي كده عريان. لو لها شروط بكتب الشرط على الايه؟ على السهم. يعني ده تفاعل من غير شروط. اتفضلي يا آية. مستر هو دلوقتي حضرتك بتقول الكيميكال رياكشن اللي هو البريكنج اب ذا بونز. طب هو دلوقتي يعني ما فيش مثلا اليمنت لوحده بيعمل كيميكال رياكشن مع اليمنت تاني لوحده؟ لازم يبقوا متجمعين على بعض كده؟ هنا يا ست الكيميكال رياكشن هنا بنقصد هنا كيميكال رياكشن يا اما اليمنت وإليمنت يا إما كومباوند وكومباوند يا إما إليمنت وكومباوند. حاجات دي خدناها قبل كده. بس أنت تقول إليمنت يرتبط مع إيه؟ مع إليمنت تاني. هو لازم يكون فيه كسر البوند لازم. وهديك مثال هفكرك باللازم مضى ولو أنك هتعطلينا بس لازم تقتنع يعني. دلوقتي أبسط حاجة خالص إليمنت مع إليمنت. الـ N إيه؟ عشان يرتبط مع الـ CL. ينفع أكتبها كده يا آية إن إيه سي إل كده كيميائيا صح ولا غلط؟ غلط. غلط. لأن السي إل ديت سي إل 2. ليه؟ ما قدامنا هي. ما السي إل ما تجيش لوحدها أبدا. يعني إيه مع نفسها مع لازم مرتبطة مع نفسها في سي إل 2. يبقى أولا علشان نخليها بالانسد يبقى تقول لي حط هنا إن إيه سي إل 2 وده غلط مش هينفع. الأول. تبقى 2 إن إيه صح؟ ايوه الحط. يبقى دلوقتي ايه لازم احط التو هنا والتو هنا كده هنا 2 ان ايه بلس سي ال 2 2 ان سي ال علشان بقى الان ايه كل ايه ترتبط مع سي ال مع السي ال ديت كانت مرتبطه بحاجه اسمها سنجل كوفيننت بوند مع ايه مع سي ال ثانيه علشان بقى انا عندي هنا 2 ان ايه الان ايه وده ان ايه علشان الان ايه ده تاخد السي ال دي وبعد كده ال ان ايه ده هي تاخد السي ال دي يبقى لازم البوند ده هي اتكسرت ولا ما اتكسرتش لازم اتكسر وصلت ايه ماشي هو انا ليه كتبت طب انا يا مروان وهسمعك قول لي ايه عشان نخلص من الفكره دي هو انا مش بتكلم على الاليمنتس ده هم اللي هو بيبقوا مع بعض دايما بتكلم ان هو اليمنت واحد بيبقى مع اليمنت واحد برضو دي ما تنفعش عارفه ليه كده؟ لان كده هتجوزي راجل لراجل ومستحيل تحصل. تعمل تفاعل اصلي. ماشي. ماشي؟ اه ماشي. اتفضل يا سيف.
مستر التو دي جبناها منين؟ اللي في الأول دي اللي في قبل الـ N إيه؟ احنا كده جبناها عشان نخليها بالانسد. وخلي بالك انت الكلام ده برضو ما هوش جديد عليك. يعني مثلا بصوا ركزوا معايا يا شباب، لو قلت لكم H2 و2 H2 او هنا، لو قلت لكم كده H2 و2 H2 و H2O و2 H2O و NA كده اهو و2 NA، ايه الفرق بين H2 و2 H2؟ هنا H2 قدامها في 1 بس مش مكتوب، دي معناها كده 1 مولكيول اوف هيدروجين جاز او هيدروجين ايه مولكيول. طيب و2 H2 معناها ايه يا شباب؟ معناها 2 ها مولكيولز مولكيولز اوف هيدروجين هيدروجين. يعني احنا هنا مش بنجيب حاجه جديده، بس عد ارقام بس. طب H2O ها ديت 1 مولكيول اوف ايه ووتر هيدروجين. طب و2 H2O هاي سايد مولكيولز تو مولكيولز هيدروجين اوف ووتر. طب والان ايه ديت 1 مولكيول اوف صوديوم 1 ها هو خلاها يا سيدي مش لازم تو بقى. يعني انا هنا مثلا لو قلت لك ديت 3 يبقى ديت هتبقى ايه 3 مولكيولز، ولو قلت لك ديت 4 يبقى ديت هنا ايه 4 مولكيولز. يا مستر في واحد بس مايك عامل ليه اقفلها؟ انا قفلت على الكل اهوت وهفتح تاني للكل عشان هو علق من عنده. 4 مولكيولز اوف صوديوم يبقى الرقم اللي قدام الحاجه ديت ديت 3 ديت 4 الرقم اللي قدام السيمبل اللي هو عدد المولكيولز اللي داخله في التفاعل. انت يا شباب كده فما انا كنت بعمل خدها ديت سكرين شوت برضه عشان نخلص. لما انا بقى دلوقتي كنت بكتب كده لما سيف سألني ال N A ال N A ممكن يجي مفرد ولا لا؟ ممكن لانه مش من سبعه بلس سي ال ممكن تيجي مفرده كده وان يعني اتوم واحده يعني لا لانها مش من السبعه لانها من السبعه يبقى سي ال 2 الناتج ال N A ارتبط بالسي ال اسمها صوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد رمزها ايه؟ ادي N A سي ال الاثنين مونو فيلنت 1 1 ما اكتبهاش يبقى ان اي سي ال. طب كده مش بالانس، ما لازم اي كيميكال ايكويشن تكون ايه بالانس، لازم يكون الرياكتنتس قد البرودكتس. معايا يا سيف ولا مش معايا؟ انتوا سامعيننا يا شباب؟ وهنا ايه وهنا ايه وهنا ايه تمام هتكون 2 2 هنا راديوم رمز الصوديوم كلورايد ان اي سي ال. طب حلو قوي. ما ينفعش اقول ان اي سي ال 2 ما ينفعش لان ال ان اي مونوفالنت والسي ال مونوفالنت، وانت مش هتقتنع بالكلام ده او مش هتفهمه الا اذا حفظت الفالنس اللي انا كاتبها لك في الشيت عندك. وهديه لكم دلوقتي الجزء اللي هشرحه هديه لكم بي دي اف على الجروب ما حدش يقلق. ماشي. فدلوقتي قدامنا بقى ايه؟ مفيش قدامنا غير حل واحد اللي هو ايه؟ يبقى ديت لازم هنا 2 وهنا ايه؟ 2. يبقى اخدت 2 مولكيولز من الصوديوم مع 1 مولكيول من السي ال هيديني 2 مولكيولز من صوديوم كلورايد. فاهمك ولا ما فهمتش؟ وغير كده يا مستر لو احنا كنا حطينا ال 2 دي عند السي ال كده ما يعني ما عادش اسمها صوديوم كلورايد كده هيتغير الاسم بتاعه. ما هو ما فيش يعني صوديوم كلورايد ان اس ال
مفيش حاجة اسمها ان اس ال 2. انا فاهم مستر، هو ليه كتب لها 2 ان ايه مش ان ايه 2؟ ما هو بحط ال 2 تحت السيمبل في السبعة اللي انا كنت كتبتهم بس. بس تمام. يعني يا مستر سي ال 2 يعني 2 مولكيولز اوف كلورايد و 2 ان اي يعني. لا سي ال 2 1 مولكيولز اوف كلورين. 1 ايه؟ لان الرقم قدامها 1 مش مكتوب، هنا في 1 بس مش مكتوب. بس ايوه تمام كده يا شباب، اتفهمت؟ يعني احنا بنكتب 2 بس لما نلاقي العنصر الثاني فيه 2 زي ده، يعني زي سي ال 2. ايوه عشان نخليها بالانس، نخلي ايه في توازن. تمام يا مستر. طيب اهميه الكيميكال رياكشنز عندنا ايه؟ ثلاث اهميات هم: burning of fuel inside car engine gives the energy to car to move. احتراق الوقود في قلب السياره دوت تفاعل كيميائي. عارفين تفاعل كيميائي ليه؟ لان اي burning الماده اللي بتحترق، عشان تحترق لازم ترتبط بمين؟ اكسجين. ايوه العمليه دي اسمها اوكسيديشن، ارتبط بالاكسجين، اسمه ايه؟ اسمها تفاعل كيميائي. طيب producing of food from green plants during the photosynthesis process by the reaction of carbon dioxide gas with water. دلوقتي النبات بيمتص من الارض ميه واملاح وبياخد من الجو كربون دايوكسيد جاز. الكربون دايوكسيد جاز دوت اللي النبات بيمتصه من الجو مع الميه اللي بيمتصها من الارض، بيعمل تفاعل كيميائي جواه، بيجيب حاجه اسمها كربوهيدرات وبروتين، غذاء يعني. العمليه دي اسمها ايه؟ فوتوسينثيسيس بروسيس، عمليه النبات بيعمل فيها الغذاء لنفسه ولينا، او لنفسه ولغيره، لنفسه وللانيمالز وللهيومنز. طيب ميكينج اوف ميديسينز، صناعه الايه؟ الادويه. الادويه دي كلها مركبات كيميائيه اللي عندكم في البيت. Fertilizers، أسمدة الصناعية يعني للنباتات. And artificial fibers، المنسوجات. الهدوم اللي احنا لابسينها دي يا شباب كلها عبارة عن chemical reaction، تفاعلات ايه؟ كيميائية. والسجاد والستاير والفرش بتاع المراتب والأنتراهات دي كلها عبارة عن ايه؟ تفاعلات كيميائية. طيب أنواع التفاعلات الكيميائية فاكرينها ولا مش فاكرين؟ في evolved هنا صح؟ فاكرين طبعا. مش فاكرين حاجة. لا. دخلنا أنواع التفاعلات الكيميائية، في عندنا direct combination يعني إيه؟ اتحاد مباشر، ودي أخدناها في أولى إعدادي. خلاص كده. وفي ثلاث أنواع قلت لكم مؤجلين لثالثة إعدادي، ناخدهم بقى دلوقتي. الانواع المؤجلين قدامنا همت، فعندنا ثيرمال ديكومبوزيشن يعني تفكك حراري، وعندنا سبستيتيوشن رياكشن يعني تفاعلات احلال، وعندنا اوكسيديشن اند ريدكشن اسمها تفاعلات الاكسده والاختزال. هنشرح النهارده اللي ايه ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن، تفاعلات اللي ايه؟ التفكك او الانحلال الحراري. اللي هي بمعنى ايه يا مستر؟ تفاعلات الانحلال او التفكك الحراري. انحلال او تفكك يعني ايه؟ بيكون عندي كومباوند كبير، يعني بيكون عندي ايه؟ كومباوند. يعني ايه كومباوند يا شباب؟ مركب حاجتين مع بعض. كومباوند، ايوه انا كنت عايز اسمع كده فاطمه قالت حاجتين مع بعض. لا ممكن اكتر من حاجه، يعني ما اقول لك مثلا H2SO4 مثلا دي كام حاجه؟ ثلاث حاجات، هيدروجين صح وسلفر، سلفر واكسجين، واكسجين، دي ثلاث حاجات مع بعض. فكلمه كومباوند مش لازم حاجتين بقى وثلاثه، اكتر من حاجه بقى، يكون ايه اكتر من حاجه مع بعضهم. لما يجي يحصل له ديكومبوزيشن، يحصل له ايه؟ ديكومبوزيشن. يعني ايه كلمة ديكومبوزيشن؟ تفكك او تحلل. التحلل ده ليه احتمالين، ممكن الاحتمال الاولاني
يتحلل لإتس إليمنتس. عارفين يعني إيه إتس إليمنتس؟ عناصره المكونات. أو ممكن ديني سيمبل كومباوند. المركب لما يجي يتفكك كم احتمال؟ احتمالين، يا إما يتفكك لإتس إليمنتس، يا إما يتفكك لإيه؟ سيمبل إيه؟ كومباوند. طيب ماشي، ده التعريف بتاعه. يبقى it is the breaking up، تفكك أو كسر of the compounds by heat، بالحرارة المسخنة بتتفكك into simple elements or simpler A compounds. يعني بيكون عندي أهو A و B ماسكين في بعض ولا بعاد عن بعض؟ ماسكين بعض. لما الترينجل ده معنى إيه؟ معناه هيت، مسخن، بيرنينج او بيرنينج، مسخن. يقوم يجيب لي ايه لوحده وبي لوحده. بس الايه دوت ممكن يكون ايه يا شباب؟ الايه دوت ممكن يكون element او simple compound، وهكذا. البي دوت ممكن يكون ايه؟ element او ايه؟ simpler compound او simple compound. طب تمام. طب هما كم نوع من الثيرمال ديكومبوزيشن، من التفكك الحراري؟ خمس حاجات عندنا، واحفظها كده بنص كتاب المدرسة. some most most some. تاني يعني ايه بقى؟ some يعني بعض. وmost يعني ايه؟ معظم. some most most some، يعني ترتيب كتاب المدرسة كده لما تستلموا ان شاء الله الكتب في الترم الثاني. اول حاجة ناخد decomposition of red mercury oxide. حد شاف الميركري قبل كده؟ الزئبق شفتوه ولا شفتوهوش؟ ايوه بي، كلكم شفتوه، اللي هو موجود جوه الثرمومتر، جوه الترمومتر يعني. بس سام صح؟ ده سام طبعا، هو ليكويد، بس لما يرتبط بالاكسجين بيبقى لونه مش سيلفر، لونه احمر، اسمه اكسيد الزئبق الاحمر. هو كده يبقى لونه احمر يعني. يبقى السيلفر لوحده لونه ايه؟ الميركري لوحده لونه ايه؟ لونه سيلفر. ولما يرتبط بالاكسجين بيبقى اسمه ميركيريك اوكسايد، بيبقى لونه احمر يعني لما يرتبط بالاكسجين. ممكن يتفكك تاني للميركري لوحده والايه؟ واكسجين ايه لوحده، بس لو سخنته. طيب يبقى سام ميتال اوكسايد ديكومبوز انتو ايه؟ ها ميتال اند اوكسجين، بيجيب لي المعدن لوحده والاكسجين ايه؟ والاكسجين لوحده. بس بقى مش اي ميتال اوكسايد، لازم ديت هيفي ميتال. يعني ايه هيفي ميتال يا شباب؟ المعادن الثقيله، المعادن الايه؟ الثقيله، اللي هي ليها هاي دينستي. لو انت عندك في المعمل كده، لو انت عندك مثلا اي ازازه كده صغيره فيها ميركري، جيت تشيلها هتلاقيها تقيلة، تقيلة خالص. عارفين لو مليتوا ازازة لتر واحدة ميركري، عارفين ازازة اللتر ولا مش عارفين؟ زي ازازة المية وازازة البيبسي، ازازة المية لتر كده، لو مليتوها ميركري، انتوا عارفين عشان توزنوها بازاز مية لازم تجيب 13 ازازة ونص مية عشان توزنها. يبقى الميركري ده تقيل ولا خفيف؟ تقيل. ازازة اللتر واحد بس ميركري؟ لو تاني، لو جبت لتر واحد بس من الميركري، لتر واحد بس وحطيته على كفة ميزان علشان اوزنه بمية، هجيب ازازة واحدة مية لتر برضو جنبها؟ لا، هجيب ايه؟ تقريبا 13 ازازة ونص. 13 و13 ونص كمان ما وزنهاش، بيبقى بالظبط كده 13.6، يعني 13 ازازة و6 من 10، فوق النص بشوية كمان. شفت تقول يعني 13 ازازة مية قد ازازة ميركري صح؟ التقل. ايوه، فدي اسمها معادن ثقيله. ما ايه؟ معادن ثقيله، هيفي ميتالز. طيب ما تيجي تتفكك بقى، ركزوا معايا، احنا لسه قايلين اول حاجه ميركيري اوكسايد. ايه لسه قايلينها؟ ميركيري اوكسايد رمزه ايه بقى؟
HGO. HGO. هنسخنه؟ اه هنسخن. بالهيد. يعني كده. تمام. 2HGO2 evolve. الناتج هيجيب لي ميركوري HG بلس NO أكسجين. بس الأكسجين يطلع O بس ولا لازم O2؟ O2. O2. طب الـ O2 دوت سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ جاز. جاز. فنعمل كده. Evolve. يتصاعد يعني. هو غاز يطلع في الهواء. طب الإيكويشن دي كده بالانسد ولا مش بالانسد؟ كده مش بالانس. 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 ليه؟ عشان في O2 في هناك في آخر في الآخر يعني في O2. طب اللي قدامنا كده وفي ميركري واحد بس قدامنا بقى يا شباب دلوقتي احنا واخدين ايه 1 مولكيول من الميركريك اوكسايد وهنا 1 مولكيول من الميركري وهنا 1 مولكيول منين من الاكسجين جاز طيب عشان نخليها بالانسد حط هنا 2 وحط هنا 2 هنا كده اهو ولا قدامها 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 ليه قدامها عشان ما ينفعش تحتها تحتها دي مش السبعه اللي قلت لكم عليهم لو تحتها تبقى ناتشرال كومباوند او انفيدل يبقى دلوقتي انا عشان الايكويشن تبقى بالانسد عملناها بالشكل ده ولو انتوا فاكرين كنا بنقولها في سنه اولى اعدادي 2 2 توزنها 2 2 ادي 2 ادي 8 2 تمام طيب دلوقتي انا واخد كام مولكيول من الميركوري 2 مولكيولز وطلع لي من الميركوريك اوكسايد وطلع لي كم مولكيول من الميركوري 2 مولكيولز وكم مولكيول من الاكسجين 1 مولكيول 1 مولكيول من الاكسجين شايفين الاكسجين قدامه ايه هنا قدامه 1 1 هنا 1 مولكيول منين من الاكسجين جاي طيب يبقى كده عرفنا ازاي نعملها بالانس طب باقي هنا ايه بقى نعرف الحاله بتاعته ال HGO دوت سوليد ولا ليكويد ولا جاز؟ ليكويد ليكويد سوليد ليكويد سوليد كون باودر كده ازاي سوليد ده مثلا ايوه انا عايز اللي بيسال ده بقى يفكرني بيه دلوقتي بعد ما اخلص الميركل لوحده دوت ايه؟ ده ليكويد ليكويد والاكسجين دوت ايه؟ جاز ماشي طب ده بالنسبه للحاله بتاعته طب اللون لون اتش جي او لونه ريد ريد وهنا سيلفر ايوه سيلفر سيلفر والاكسجين نوكر ملوش لون ملوش كلرلس ملوش ايه ملوش لون اللي بيقول لي بقى ازاي السوليد الفكك اللي يوجد لما انت الحاجات دي انت خدتها قبل كده يعني الاتش ده جاز هيدروجين والاكسجين دوت ايه جاز برضو هيدروجين لما يرتبطوا ببعض اتش تو يديك ايه ليكويد تمام كده يا شباب فخصائص الكومباوند بتختلف عن خصائص الاليمنتس الداخله في تكوينه الاتش جي او ده كومباوند بيتكون من ميركوري واكسجين خصائص الكومباوند بتختلف عن خصائص المواد الداخله ايه في تكوينه خلاص كده معلومه مهمه طب تجي لي ازاي في الامتحان ممكن تجي لي كومبليت يجي لي كده كومبليت 2 اتش جي او السلام عليكم السلام عليكم لسه ماشي وده ابسط انواع الاسئله دي سبيس بلس سبيس فديت ايه هنقول له هتكتب 2 جي 2 اتش جي بلس او 2 ايفولف وممكن تجي لك وات هابن طب ثواني كده يا شباب نزل ايدك كده سيف ثواني عشان بس اصوركم لان نسيت اصوركم
محدش يفتح المايك يا شباب، يعني خليكم قافلين المايكات. ممكن بقى السؤال يجي لي ايه؟ What happened؟ What happened on heating red mercuric oxide؟ انت هتقول له ايه؟ هتقول لي it gives silver color of mercury and oxygen gas is evolving، ولازم تكتب الايكويشن. وفي خلي بالكم قاعده قلت لكم عليها مثال السنين اللي فاتت، اي what happened اي give reason for equation لازم اكتب الايه؟ لازم اكتب الايكويشن. طيب دي اللي موجوده في كتاب المدرسه. ممكن يجي لي حاجه زيها في الامتحان ومش موجوده في كتاب المدرسه، والحاجه اللي هقول لكم ديت مش بتفزلك من عندي، ديت في بنك المعرفه بتاعت الوزاره، اسئله بنك المعرفه جاي كده. 2PbO heating space plus space، تعرفوا تحلوا ولا لا؟ نعرف نحل. ليه؟ لان خدنا زيها، خدنا 2PbO2. ايوه evolving. البي بي ده او 2 evolving، ده معدن تقيل زي الميركوري. يبقى هنا ايه؟ ها 2 بي او 2 evolving بلس ايه؟ او 2 evolving. بس كده. اللي عنده هنا سؤال يا شباب يقولوا لسه، هو البي بي ده element ايه؟ ليد، الرصاص اللي هو موجود في الشبك بتاع الصيد. يا مستر لو سمحت، هي اتش جي او ليه لما نفككها تبقى اتش جي 2 اتش جي وبلس او 2؟ مش المفروض تبقى اتش اتش جي او 2 مش اتش جي او بس؟ لا ما اتفككت، يعني هما كان الاوكس الميركوري والاتش جي مرتبط بالاكسجين اتش جي او، اتفكك يعني كل حاجه بقت لوحدها، اتطلعوا خلاص كل حاجه راحت لحالها. ايوه اتفكك بقى يا مستر 2 اتش جي اتش جي 2 ميركوري لوحده واكسجين واحد. و يا مستر الاكسجين ده كومباوند صح؟ اللي هو الاو 2. لا الاو 2 ده لوحده اليمنت. يعني هو اليمنت على بعضه كده. اسمه اليمنت موليكيول. الاليمنت بتكون سيميلار اتومز، يعني ذرات متشابهه. الكومباوند بيكون ديفرنت اتومز. يا مستر اللي انا عايز افهمه، ليه في او واحده بس في الاتش جي ولما نفككه يطلع او 2؟ لا مش في او واحده، في 2. ليه؟ شايف التو ديت؟ التو اللي في الاول دي على عليهم كلهم. اللي في الاول ديت ديستريبيوشن، تعمل ديستريبيوشن عليهم كلهم. انا يعني عندي 2 اتش جي و2 او. تمام بس مش بتاعه الاتش جي لوحدها. تمام. عايز اسال يا فاطمه؟ يا مستر، هو في الوات هابند زي ما حضرتك قلت لازم نكتب الالوان سيلفر، لازم الالوان، لازم الالوان علينا مهمه. تمام ماشي هكمل. يا مستر يعني ها، في اولى اعدادي اخذنا ان الكيميكال رياكشنز بتجمع، في ثانيه اعدادي بقت بتفكهم عن بعض. لا في بتجمع برضه ما تلاقيش، هناخد بتجمع. يلا بقى احنا كده خلصنا يا مستر صح؟ ما خلصناش الليسن ده، احنا لسه في اول حاجه في الليسن، هنكمل المره اللي جايه. طب كنت عايز اسال سؤال بس، بالنسبه للمدارس هي هتبدا امتى المدارس؟ 10/3. واللي عايز مش عايز يروح ما يروحش. هو المرة الجاية هيكون في شورت اكزام؟ ما المفروض يكون في شورت اكزام، بس انا مش عارف هدي عليه شورت اكزام، ما خدتش حاجة اصلا عشان حتة صغيرة. ايوه ماشي. طب والهوم ورك برضو هبعت لكم، بس برضو ما دخلناش حاجة قد كده لسه، ما دخلناش في المنهج قوي يعني. تمام يا مستر، هو المقدمة اللي هي قبل ما ندخل في الدرس دي موجودة برضو في الملزمة؟ في الشيت، موجودة في الشيت، بس مش عارف موجوده في الكتاب المعاصر ولا لا. تمام يا استاذ. لا مش موجوده. يلا باي سلام.